شلون تشوفين عيد الأضحى المبارك بمحافظة البصرة مع ارتفاع درجات الحرارة؟ طبعا بالبداية عيد مبارك، والله إن شاء الله يعود على الجميع بصحة وخير وسلامة، على العراق كله وعلى الشعب البصري خاصة. طبعا أجواء حلوة وجميلة، بس الله يساعدنا على الحر 52 درجة عندنا احنا بالبصرة، بس الأجواء جميلة يعني، الأوقات حلوة، الناس يعني مستمتعة بأوقاتها إن شاء الله. طيب البعض يقول إنه العيد تغير، العيد مو مثل العيد السابق عيد الطفولة، أنت تتفقين مع هذا الاتجاه؟ أكو ناس تقول العيد كانت الفرحة يعني للطفل أكثر من الفرحة الموجودة، باعتبار أنه كان الوضع الاقتصادي لربما للعراقيين صعب نوعا ما، أنه كان يعني بالسنة ما يشتروا له ملابس خطية الطفل إلا بالأعياد أو بالفترة الدراسة. اليوم احنا نشوف أطفالنا لا بالعكس، يعني كل شهر الوضع الاقتصادي تمام، دا يتجولون يشترون يتبضعون، أكو طلبات عن طريق الإنترنت عن طريق التسوق. شلون تشوفين هذا الشيء؟ صح كلامك، أكو اختلاف بين السابق وبين الحاضر. بالسابق كانت البساطة هي تغلب على الناس، بساطة الأجواء، بساطة الأوضاع، بساطة الناس، الوضع الاقتصادي مثل ما ذكرت حضرتك. حاليا كل شيء متوفر، الناس يعني حتى اللي يقول هذه الجملة بالذات أنه قبل كانت أجواءنا أحلى، قبل كانت بساطتنا أحلى، عفويتنا أحلى، حاليا كل شيء توفر، صار عندنا تشبع. سبب التشبع قمنا نشوف أنه أكو أشياء صارت مملة، صار عندنا تشبع ترى. هو إذا يسمعني، إذا تسمعني، خلينا نحكي على المستوى الشخصي خالد. الخاص بيج، أنت اليوم أخذتي عيدية أو منو عيدتي بالبداية؟ بغيش قد عيديتك؟ والله أنا عيدت أمي وزوجي، ما حد الطعن عيدية مع الأسف، لازم يعيدوا النظر مرة ثانية بالدوام إن شاء الله، من ينزل من الدوام بإذن الله. يعني تنتظرينا على ما يرجع من الدوام؟ أنا كبرت بس زوجي أخذ مني، بس أنا حاليا كأم أنا اللي نطل عيديات. والوالد والوالدة الله يخليهم، أم الله يحفظها إيه تبطينة إيه. تحسين أنه موضوع العيدية مهما كانت ومهما كانت قيمتها مهمة للإنسان حتى من يكبر، لو لا خلص كبر بعد ما يحتاج عيدية؟ والله هي يعني كفرحة، يعني هسه عيدية لو تقدمها كوردة، يعني احنا ذاك العيد يعني والدتي وردة وبيها 50,000، شيء بسيط وحلو ترى راقي، يعني هي الوردة كافي، مو الفلوس، هي الوردة كافي، إنما يعني أجواء حب تفاهم، يعني هو هذا الحلو. طيب بالموضوع.